ça sera faisable, il y a des limites. مرحبا بكم الكل. انا منيرة يعقوب القدماء الجامعة التونسية للسينما، كنت رئيسة سابقة للجامعة التونسية للسينما، ومن جملة الحاجات اللي مفرحيني برشا اليوم ومخوفيني زادة هو اولا فرحانة لانه الفضاء هذا رجع كما قال عزيزين توا للحب الاول سينما. هي رجع في إطار نجم نقول عشق ما بين الحمرة والجامعة التونسية للسينما، على خاطر عادة الجامعة التونسية للسينما تخدم كان مع الناس اللي كيف يحبوا السينما، يحبوا السينما المختلفة والسينما اللي تعطي إضاءة مختلفة الحاجات ما يشوفوهاش في السوق اللي يسموها سينما بديلة ولا سينما أخرى غير تجارية. الحاجة الثانية اللي مخوفتني هي هالفضاء هذايا، خاطر كي تجي باش تحكي على سيني كلوب ما تنجمش تحس قوة هالفضاء هذايا والناس اللي تكون فيه، ما تعرفش يا ترى باش تبدا تقدم فيلم ولا تقدم الحمر ولا تقدم الافتسيسي ولا تقدم ليكيب سي زامي فابيلو اللي شادين هالمشروع هذايا وكبشوا فيه بديهم وسميهم حتى في الأوقات الصعيبة وما خلاوش يتيح ويولي وصفة كما نصب الموجود في بعض. من هنا تجي أهمية المشروع هذايا. الحاجة الأخرى هي اللي مرهبتني شوية ولو أن وقتي شفت وجيت فرحت ياسر، خاصة أصدقائنا ورفاقنا اللي باش يقدموا شهادات في الفيلم، هي غياب هشام. وهشام هو صديق منذ عدة عشرات من السنوات، ونعرف اللي هو قاعد يستنى بعمل ايه، فنعرف باش يبدا بالتليفون شنو اللي صار وشنو ما صارش وش فما وشنو ما فماش الى اخره. دونك سافي اون ريسبونسابيلتي دو بلوس. هشام بن عمار هو سينمائي تونسي كيف ما تعرفوا اللي تميز، خاطر ما نحبش نقول كلمه بخس، تميز في السينما الوثائقي. عمل 9 أفلام، أول فيلم عمله عام 98 نساء في عالم كرة القدم، ثم تواليت الأفلام. في كل مرة يزيد فيلم تحس لي هشام عمال ويتبدل، عمال وينضج، عمال وتولي عينه والكاميرا حاجة واحدة. شخصيا مش نقطع عليكم، معناها من 9 أفلام نتاعو هو معناها ثم 3 أفلام اللي حسب تقييمي المتواضع من أحسن ما أنجد السينما الوثائقية في تونس وربما حتى أبعد من تونس. الفيلم الأول هو كان لما كان حكاية من زمان، ثم
عرفة كذهب وذكر فسد. وفي كل مرة هشام يوري اللي الفيلم الوثائقي كي ما هوش مجرد توثيق أن تحط عباد وتقعد تصور فيهم، لا، هو يستعمل الكاميرا ويستعمل الصوت باش يدخل الروح العباد اللي قاعدين قدامه واللي قاعدين يحكيو. هذا فيلم نزيدو نشوفوه في الذاكرة السوداء. لكن في كل مرة هكا في فيلم ما حكاية كان يا مكان حكاية من هذا الزمان، كيف كيف معناها في النهاية تقولي هكرا العباد هذوما مازالوا حاسين أنه قدامهم كيف تصوروا كاميرا وميكروات ولا ما عادش. وهذه هي القوة تاع هشام، أنه يجعل من الدوكيومنتير حاجة أخرى، إحساس آخر. بالضوء يعطيك موقف، بطريقة التصوير والعينين الشخصيات يعطيك موقف، من غير ما يتيح لا في المباشرية ولا في الدخول تاع ما تو فو، يعني يستعمل ياسر حاجات، لا، هو اللي نسميه أنا السهل الممتنع في السينما الوثائقية. الفيلم هذا اللي باش تشوفوه توا يحكي على ناس عاشوا قصة غريبة، لكن توا تشوفوا في الفيلم قداش هشام بن عمار من خلال فهمه ورى اللي ينجم يحكي على مأساة كما التعذيب هي حاجة إنسانية بمحبة كبيرة، على خاطر يحب العباد القدامى، يحب الفيلم، يحب لو بروبو يكون كونفانكون اترافيغ ان فيلم كونفانكون. هذا الفرق ما بين افلام هشام بن عمار الوثائقية وافلام اخرى. الفيلم هذا باش نقول لكم في النهاية فقط انه هو اول فيلم من سلسلة ثلاثة مازال باش يكملوا، وانا عايشت حتى اللحظات وقت يسمع فيه وقت تقتلنا من فيه شبه بعيد وشوف هشام وقلت له شنو قال لي ما عادش قادر باش نخمم، ما عادش لا انا ولا ليكيب نتاعي تو شوف هذه كل شيء اون بلان هكاك حتى لين نرجع نجم نجمش معاه في مرة أخرى. معناها لو فيلم إلى جونيس الفيلم هما ديجا وحدة حكاية أخرى. الفيلم هذا هو فيلم تقدمي منادر كيما العباد اللي كي اون بريزونتي لو تيمونياج، وفيلم فني رهيب كيما هشام بن عمار. بعد الفيلم اللي يدوم فيه 50 دقيقة باش نحكيو شوية، واليوم احنا الكل سعداء فرحانين ياسر بحضور الشيخ أستاذنا الكل سيد هاشم وخونا وصديقنا ورفيقنا فتحي الحاج يحيى اللي هما دو تيمونيو دو فيلم كي صورا، ومن بعد الغناء نزيدو نحكيو معاهم. Hey, je vais dire juste deux mots très rapidement. Ce ciné-club, c'est dans une taille d'une nouvelle coopération que nous espérons très longue entre la Fédération tunisienne des ciné-clubs, AFDCC, et le théâtre Al-Hamla. Cet espace militant et cette fédération militante, culturellement parlant, ne pouvaient que penser à agir pour la culture cinématographique en Tunisie. Ce premier film n'était pas un choix empirique. Nous l'avons sciemment choisi parce que ça coïncidait avec la semaine contre la torture. Et c'est aussi un film tunisien parce que nous pensons tous et toutes dans cette équipe qu'un espace culturel cinématographique en plus n'a pas vraiment tellement de raison d'être si ça ne permet pas aussi au cinéma tunisien d'être vu, d'être débattu, d'être évalué et d'être défendu. Ce film, vous allez le voir, peut-être le revoir aussi, c'est un film sous forme de témoignage et militant de perspective. C'est un film douloureux, mais bon. C'est ça. La principale qualité de ce film. Ce film aussi sera suivi par d'autres films dans le cadre de ce cinéma.
que nous avions été appelés les cinéphiles perdus de Muhammad, que Azdine va, va ramasser autour de lui tous les gens qui aiment les films, la, la comédie musicale, peut-être même le western, tout type de film doit être vu, débattu, décortiqué, analysé, et puis surtout vivre le cinéma et vivre la FPCC et vivre Alhamdoulilah. Merci. Merci et n'oubliez pas de voir la vidéo portable à la fin.